تحتل مصر المركز 46 على مستوى العالم من بين 133 دولة للعام الجاري مقارنة بعام 2022 الذي شغلت فيه المركز 81. هو ما يعكس جهود الدولة المصرية في تطوير هذا القطاع المهم الذي يمثل أحد أهم أعمدة تنمية الاقتصاد المصري. وخلال مؤتمر آفاق جديدة لضمان جودة التعليم والتدريب الفني، كشف وزير التربية والتعليم الفني رضا حجازي كشف أن مصر قفزت 35 مركزا في المؤشر الفرعي للتعليم الفني بمؤشر المعرفة العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم لقناعتها بأن التعليم هو قاطرة التقدم للأمة، ويشمل تطوير التعليم العام والفني تطوير المناهج والتنمية المهنية للمعلمين والبنية الأساسية.